قريب يجيب ميه للزلمه يغسل وين وين ابو الله مين اللي بنفطرك هيك؟ في بنت صغيرة عمرها 4 سوق سمك بس صح إذا نتابع وإياكم مشاهدينا هذه اللقطات الخاصة بتلفزيون فلسطين لصور لأنقاض عائلة منزل الوادية في تل الهوى في غزة، طبعا الذي دمر جراء قصف إسرائيلي، ونتابع محاولة يعني البحث ما بين الأنقاض عن ناجين، وكنا نسمع أحد الأشخاص يبحث عن طفلة من تحت الأنقاض. هذه هي الأهداف الإسرائيلية الحقيقية، استهداف المدنيين، استهداف العائلات الآمنة، النساء والأطفال. الحديث عن استهداف 15 مبنى سكنيا أو برجا سكنيا تقطن فيه عائلات خلال العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة. هذه الصور لمنزل عائلة الوادية في منطقة تل الهوى التي تعرضت كغيرها من سائر أحياء المحافظات الجنوبية إلى قصف إسرائيلي. هذا الصباح مع مراسلتنا كانت تتحدث أيضا عن 20 شهيدا من عائلة الزعانين، والقصف الإسرائيلي لا زال يستهدف المحافظات الجنوبية بشكل كثيف. وتنضم إلينا الزميلة إسلام الزعنون. إسلام، ننقل عبر الهواء مباشرة هذه الصور من تحت أنقاض منزل الوادية في حي تل الهوى في غزة. ماذا وجدوا تحت الأنقاض حصيلة الضحايا لو سمحت؟ دعيني أحدث ما حل في مخيم الشاطئ عقب استهداف مسجد السوسي غرب مدينة غزة. قبل قليل وصل أيضا شهيد جديد إلى مستشفى الشفاء الطبي، وأيضا عشرات الإصابات التي تصل بين 2000 والأخرى. ما زال هناك عدد كبير في الشاطئ في مخيم الشاطئ عقب القصف الإسرائيلي المريب، الذي يعني حسب شهود عيان أجهز على مربع كامل داخل المخيم، داخل مخيم الشاطئ أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان. يعني يتبع الشهداء والإصابات ذوي الشهداء الذين يأتون بفاجعة إلى المستشفى، مستشفى الشفاء الطبي. ما زالت الطواقم الطبية تبحث عن يعني مفقودين في تلك المناطق، وما زال هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى حسب شهود عيان في تلك المنطقة، وأيضا حسب وزارة الصحة. وحسب الصحة قبل قليل أبلغتنا بوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى إثر هذه الجريمة الإسرائيلية النكراء في أكبر التجمعات والمخيمات في قطاع غزة. أيضا عقب هذه المجزرة، مجزرة جديدة في جباليا إلى الشمال من قطاع غزة، هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى حسب ما ورد إلينا قبل قليل من مصادر موجودة في المكان. وأيضا هناك مناشدات بضرورة تحرك سيارات الإسعاف إلى تلك المنطقة بسبب كثرة الإصابات والشهداء في المناطق الشمالية لقطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي على كافة المناطق في قطاع غزة في منطقة البريج وسط القطاع، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية لقطاع غزة. ما زالت تتوالى الإصابات عقب هذه الجريمة التي أقدم عليها الطيران الحربي الإسرائيلي بأكثر من 5 صواريخ حربية على قطاع غزة في منطقة مأهولة بالسكان، يعني بحركة مكوكية تتناقل سيارات الإسعاف من وإلى مخيم الشاطئ القريب جدا من مستشفى الشفاء الطبي لمحاولة إنقاذ عدد من المصابين في مربع كبير تم تدميره بشكل كامل في مخيم الشاطئ. أكثر من 6 مباني تم تدميرها في تلك المنطقة في محيط مسجد السوسي. بهذا المسجد يكون أقدم الاحتلال الإسرائيلي على قصف 6 مساجد تقريبا منذ منتصف الليلة وحتى اللحظة. يعني تتوالى الصور حقيقة من المكان من بعض الصحفيين، مربع كامل كما ذكرت، 6 مباني تم تدميرها بشكل كامل في المنطقة، بالإضافة إلى تدمير جزئي للأماكن المحيطة.
عدد من الشهداء تصل إلى المشافي هنا في مجمع الشفاء الطبي، وهو المجمع الأكبر الذي يستقبل عدد الشهداء، وأيضا هو الأكثر في استقبال أعداد الشهداء. وصول على ما يبدو إصابة جديدة من المكان. إسلام، عندما نتحدث عن مخيم الشاطئ نتحدث عن بقعة جغرافية مكتظة، وعندما تقول أن هناك تم استهداف 6 مربعات في هذا المخيم، فيعني مع الأسف نتوقع ارتقاء عدد من الضحايا وسقوط عدد من الجرحى. مدارس النور والجنب الجامع كله متضرر. يعني يصل الآن إصابة جديدة إلى مدخل الشفاء الطبي، وعلى ما يبدو أنها إصابة خطيرة على أقل تقدير إن صح لنا التعبير. يعني إصابات خطيرة بالجملة دخلت يعني قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء الطبي. أما بطبيعة مخيم الشاطئ هو أكثر المخيمات اكتظاظا في المحافظات الجنوبية ربما بكل فلسطين، أو مقارنة بكل المخيمات بقعة جغرافية صغيرة جدا، بيوت متلاصقة، يعني في أي قصف على الأقل سيتضرر مربع كبير، إن لم يكن هناك تضرر كبير في المخيم بشكل كامل ومحيط المخيم. حتى المستشفى لم يسلم من القصف الإسرائيلي، لأن المخيم بالقرب من مجمع الشفاء الطبي حالة هلع كبيرة سادت في المستشفى وفي أوساط المواطنين والمصابين داخل المستشفى. الآن داخل المستشفى يعني مئات المواطنين الذين يلحقون يعني ذويهم من المصابين ومن الشهداء. نرصد وجوه المواطنين الذين فجعوا بهذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة التي نرصدها فقط خلال ساعات. أكثر من 20 جريمة إسرائيلية ارتكبت على مرأى ومسمع من العالم. نعم. للمدنيين العزل، أغلب الإصابات كما رصدناها من الأطفال والنساء كما رأيتم بعين الكاميرا. هذا المشهد لا يختلف كثيرا عن المشهد في الشمال بالتحديد في جباليا. عدد كبير من الإصابات والشهداء كما وردت لنا من الأخبار من غرفة الأخبار. نعم. أيضا هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية في الأثناء محمد. أيضا يعني يبلغني الآن 10 شهداء غالبيتهم أطفال، وعشرات الإصابات في استهداف محيط مسجد السوسي قبل قليل. هذه هي الحصيلة الأولية لأعداد الشهداء عقب هذه الجريمة في مستشفى الشفاء الطبي. على الأقل 10 شهداء وصلوا هذا المكان، وما زالت الطواقم المختصة والطواقم الطبية تواصل نقل الإصابات والشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي. في الأثناء لا نستمع لصوت الطائرات الحربية في سماء قطاع غزة بعد هذه الجريمة، لكن تواصل قصفها في مناطق متعددة ومتفرقة في قطاع غزة. وتحدثنا أن الجريمة أعقبت بجريمة أخرى في المناطق الشمالية لقطاع غزة. ننتظر تفاصيل عن هذه الحوادث، لا سيما أننا في وقت الظهيرة وربما يخرج الناس يعني أخذ بعض الضروريات من خارج المنزل، وبالتالي هذا يعكس حالة الإصابات الكثيرة وأيضا حالة الإجرام والتعطش للدماء من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر وما زال يستمر بقصف المدنيين العزل. إذن على الأقل 10 شهداء في هذه المجزرة التي رأيتم تفاصيلها في من عين الكاميرا هنا. إطلاق النار يعاود من جديد من الطيران الحربي الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة في المناطق الشرقية، نستمع لها الآن من حيث موقعنا. إذن يعاود الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النيران المكثفة صوب المناطق الشرقية لقطاع غزة.
هناك استغاثات تصل للمستشفيات أيضا ولوحدات الإسعاف وضرورة التحرك لعدة أماكن في الأثناء بسبب المجازر التي تتوالى على رؤوس المواطنين المدنيين العزل، لا سيما في المناطق الشمالية في منطقة جباليا. هناك استغاثات بضرورة يعني انتقال الإسعاف والطوارئ إلى تلك المناطق بسبب كثرة الإصابات والشهداء في تلك المنطقة، وهو أيضا مخيم معسكر جباليا قريب من سوق، وهذا أيضا يؤكد وجود عدد من الإصابات كبير حسب ما تردنا أيضا من الأخبار من شهود عيان في تلك المنطقة. ما يعني الوضع كما تشاهدين، المجازر تتعاقب وتتوالى على رؤوس المواطنين، وذكرت موضوع المدفعيات. حسب ما فهمنا أن القصف المدفعي يستهدف المناطق الشرقية أي المناطق القريبة على السياج الحدودي، ويستخدم الطيران للتعمق أكثر داخل المحافظات الجنوبية وصولا إلى الناحية الغربية الأقرب إلى الساحل، أليس كذلك؟ يعني ما دعينا نعقب الآن طبعاً. تخرج الجثامين الشهداء من النقطة المحددة لها إلى ثلاجات الموتى، أطفال، يعني أغلب الشهداء من الأطفال والنساء، يعني تحدثنا عن 10 شهداء على الأقل في هذه المجزرة، لكن الرقم الأخير والنهائي لم بالتأكيد نحصل عليه بسبب تواصل وصول المصابين إلى المستشفى. أما فيما تحدثت عنه بالتأكيد هي كرة اللهب والنار، هي فقط مرتكزة في المناطق الشرقية لقطاع غزة وحالة الكر والفر، الفعل ورد الفعل، لكن في قلب ومراكز المدن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحته باتجاه أجساد المواطنين الأمينين في منازلهم. يعني النازحين في الأساس من المناطق الشرقية لقطاع غزة متجهين إلى تلك المناطق الذي يعتبرها المواطنون هي أكثر أمنا، لكن الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يستخدم سياسة الإبادة الجماعية وسياسة الإحراق للمواطنين، يعني يوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا والشهداء من النساء والأطفال والآمنين في منازلهم. يعني يردني أيضا الآن انتشال عدد من الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي لمنطقة الترانس المكتظة بالمواطنين في جباليا شمال قطاع غزة، أي أن المشهد لا يختلف كثيرا في مجمع الشفاء الطبي عن المستشفيات في الخاصة في المناطق الشمالية لقطاع غزة. إذا نتابع وإياكم مشاهدين هذه الصور التي تأتينا من المحافظات الجنوبية. أيضا هناك استهداف، تفضل. ما كنت أستمع لخبر جديد حول استهداف جديد في منطقة تل الزعتر، والحديث يدور عن وجود أيضا شهداء يمكن تحويلهم إلى مجمع الشفاء الطبي بسبب سوء. أين تقع هذه المنطقة بالتحديد من إحداثيات قطاع غزة تل الزعتر إسلام؟ في شمال قطاع غزة. في شمال قطاع غزة بالتحديد، يعني هي المناطق كل غزة تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد منطقة أكثر أمنا أو يعني تعرضت لقصف أكثر من منطقة، لا سيما المناطق الشرقية لقطاع غزة والتي نزح في الغالب منها المواطنون إلى أماكن أكثر أمنا باعتقادهم، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يلحق بالمواطنين أينما ذهبوا ليوقع أكبر عدد من الخسائر البشرية بين الأطفال والنساء والآمنين من الرجال والمسنين، كما رأينا بأم أعيننا في عقب المجزرة الأخيرة التي ارتكبها بحق مخيم الشاطئ وأيضا معسكر جباليا وأيضا تلك السلسلة الغارات التي مستمرة بعد هذه الجرائم، وأيضا يوجد عدد من الإصابات في أكثر من نقطة في قطاع غزة، ليعاود الآن الطيران الحربي الإسرائيلي بإطلاق صليات من الرصاص باتجاه المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
لم تهدأ الطائرات من القصف بهذه الطريقة بالرصاص الثقيل باتجاه تلك المناطق. ما يجري في الحدود لم نعرفه بسبب صعوبة دخولنا ومعرفتنا في ما يحدث في تلك المناطق بسبب خطورة هذه المناطق الملتهبة ككرة اللهب منذ اللحظة الأولى لبدء هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وبدأت تصل بالفعل يعني صور مجزرة جباليا، يعني هناك أيضا ألسنة دخان ما زالت تشتعل في تلك المناطق. هذه المنطقة تشبه كثيرا مخيم الشاطئ من حيث الاكتظاظ، كون المنطقة قريبة من سوق وهو تعرف المنطقة ترانس جباليا، وهي مأهولة بشكل كبير بالسكان. يعني الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إيقاع أكبر قدر من الشهداء والإصابات بين المواطنين. طيب ابقي معنا إسلام. فترة الظهيرة، أي فترة محاولات إخراج. نعم. ابقي معنا إسلام، سنعود إليك. إذن مشاهدينا، في الدقائق الأخيرة التي كنت أتحدث فيها مع الزميلة إسلام الزعنون، تحدثت عن 10 شهداء على الأقل في مجزرة في مخيم الشاطئ في غزة، وكنا نتحدث أيضا ووصلت أخبار عن قصف في جباليا وقصف في تل الزعتر وكلا المنطقتين في شمال قطاع غزة، وننتظر الإصابات وإذا كان هناك شهداء جراء هذا العدوان على الجبالي وعلى تل الزعتر. في هذه الأثناء تنضم إلينا زميلة خولة الخالدي أيضا ومزيد من التحديثات والأخبار الميدانية. ماذا لديك خولة الآن؟ نعم مي، كما تحدثت أنت والزميلة إسلام عن الاستهدافات الأخيرة التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية في الوقت الذي نلتفت فيه بعدسات الكاميرا وبطواقمنا الصحفية إلى أماكن الاستهداف الإسرائيلي، سرعان ما نوجه أنظارنا إلى مناطق مختلفة تماما. يعني في الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن استهداف لمسجد السوسي وعشرات الإصابات وعشرة شهداء وصلت إلى مستشفى الشفاء الطبي، سرعان ما تم الحديث عن استهداف لمنطقة الترانس في مخيم جباليا تحديدا، وهي منطقة كما تحدثت إسلام الزعنون من الأكثر اكتظاظا في المناطق الشمالية. هي منطقة مخيم مكتظة جدا، كبيرة جدا، وهو سوق مركزي يعتبر من الأسواق المعروفة في المحافظات الجنوبية، وهو سوق قديم جدا أيضا سوق لترانس. لكن ننوه هنا بأن هذا الاستهداف لم يكن عشوائي، إنما كان استهداف لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين والتي تحتوي على أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين الذين هربوا من أماكن القصف والاعتداء الاعتداءات الإسرائيلية إلى مناطق اعتقدوا أنها لربما تكون آمنة. هذا الصباح الأخير خولة، هل هي ذات المدرسة التي تحدثنا عنها هذا الصباح أم مدرسة أخرى يتم يعني استهدافها؟ هي مدرسة جديدة تضاف إلى قائمة الاستهدافات لمدارس الأونروا التي تم استهدافها من خلال قوات الاحتلال الإسرائيلي. هي منطقة اعتقد فيها النازحين أنها آمنة، ولكن للأسف المشاهد التي وصلت إلى المواقع المختلفة لدينا كصحفيين هي مشاهد مؤلمة جدا تؤكد وجود شهداء في هذه المنطقة وبأعداد كبيرة جدا. المشاهد مؤلمة، يعني لا نتخيل أن نرى هكذا مشاهد لأطفال ونساء ورجال، جثث مرمية تحت الركام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإصابات ومناشدات تصل إلى هذه الأماكن بوصول الإسعافات إلى مناطق الاستهداف. إذن هي استهدافات متكررة ومتنوعة من الغرب إلى الشرق إلى الشمال إلى الجنوب في وقت واحد، تنذر بعاصفة كبيرة من الكوارث الإنسانية الموجودة في المحافظات الجنوبية، خاصة أن الطواقم الطبية الموجودة وسيارات الإسعاف هي سيارات محدودة. خولة أنت تتحدثي ومزيد من الشهداء يحملون في داخل مشفى الشفاء في غزة، وكانت زميلتنا إسلام تحدثت عن استهداف منطقة السوسي أو منطقة مسجد السوسي في مخيم الشاطئ في غزة، وهذه الجثامين التي تأتي تباعا جراء هذه المجزرة، وأيضا في جباليا في منطقة الترانس أيضا. تفضل. تتحدثين الآن صوت لاعتداء إسرائيلي جديد، عدوان
عدوان إسرائيلي جديد نستمع إليه الآن، أعتقد أنه في المناطق الشرقية لمدينة غزة. إذن منطقة جديدة يقرر فيها الاحتلال الإسرائيلي أن يمارس انتهاكاته من جديد عبر استهدافات متكررة ومتنوعة، ولكن الملاحظ في هذه الاستهدافات أن الاحتلال الإسرائيلي يختار الأماكن الأكثر اكتظاظا، أي أنه معنيا بإيقاع أكبر قدر ممكن من الإصابات والشهداء والقتلى في صفوف الشارع الفلسطيني وفي صفوف المدنيين تحديدا. هو يختار أماكن مكتظة وليس كما يتحدث كالعادة بأنها أماكن تابعة لحركات مقاومة فلسطينية أو إلى أراضي زراعية أو مناطق مطلوبة لدى الاحتلال الإسرائيلي، على العكس تماما، إنها مناطق مكتظة ومعروفة أنها مناطق مدنية ومحمية بموجب القانون الدولي، المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، المساجد والمباني السكنية، المباني أيضا الشقق السكنية التابعة لمدنيين مليئة بالأطفال والنساء، هي الهدف الأساسي والرئيس في هذه الحملة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر مدفعيات مرصوصة على الخط الشرقي المحاذي لقطاع غزة من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى البوارج البحرية وأيضا سماء غزة، والذي هو ممتلئ بالطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الزنانة أو المسيرات كما يطلق عليها هنا في قطاع غزة. هذه كلها حملة شرسة ضد مدنيين عزل محميين بموجب القانون الدولي، ولكن الكل يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المجازر التي تنتهك وترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة. مجمع الشفاء الطبي أكاد أجزم أن الطواقم الطبية أنهكت من التعب، وأيضا بالإضافة إلى نقص في المعدات ونقص التيار الكهربائي. شاهدنا الصورة مع الزميلة إسلام الزعنون، كانت هناك حالة من الارتباك وحالة من الهلع تنتاب الطواقم الطبية، بالإضافة إلى المواطنين الذين يتفقدون أحوال أبنائهم المصابين أو الشهداء أو يبحثون عن أبنائهم بين الجثث وبين الإصابات التي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي، علما بأنه من أكبر المجمعات الطبية الموجودة في المحافظات الجنوبية. بذلك يعطينا إنذار بأن هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي تصل إليه أكبر أعداد ممكنة من الإصابات والشهداء بشكل رسمي، لأنه المستشفى تقريبا الوحيد المجهز بكافة الإمكانيات وبغرف العمليات وبأقسام الطوارئ والطوارئ جدا التي تقوم على مدار الساعة، وهذا يستنزف المنظومة الصحية والطبية الموجودة في المحافظات الجنوبية المتهالكة أصلا، والتي كانت تنذر عبر سنوات طويلة بكارثة إنسانية وصحية في المحافظات الجنوبية نظرا لتناقص المعدات والمواد الطبية اللازمة، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يكون فيها أعداد الإصابات والشهداء عالية جدا، الكوادر الطبية ليس باستطاعتها أن تقوم بتغطية كل هذه الإصابات والشهداء وحصرها بشكل دائم. الإحصائية التي وصلت إلى 493 شهيدا وأكثر من 2800 إصابة هي الإحصائية التي كانت قبل هذه المجموعة الكبيرة من المجازر التي وصلت إلى منطقة الشاطئ ومنطقة جباليا. من المتوقع والمترقب في الساعات السويعات القادمة أن يكون هناك تحديث لهذه الأرقام، وتحديث كبير جدا، خاصة بأن المجازر الإسرائيلية والاستهداف الإسرائيلي ما زال مستمر على أبناء شعبنا، وفي هذه اللحظة نستمع إلى أصوات القصف والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في كافة مناطق تواجده من الشرق إلى الشمال والجنوب، وتكثيف مباشر على المباني السكنية والمباني المحمية أيضا كما نوهنا سابقا بموجب القانون الدولي. نعم نعم خولة، ابقي معنا. كنا نتحدث عن مخيم الشاطئ، مشاهدين هذا المخيم يعتبر ثالث أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة.